من لاهاي مباشرة معنا الزميلة جومانا هاشم مفادة القاهرة الإخبارية. بعد تحية زميلتي جومانا، نتحدث عن مسار هذه الجلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وأنت متواجدين فيها تنقلين لنا هذا المسار، وكيف تسير هذه الجلسة إلى الآن جومانا؟ حتى الآن لم تنتهي بعد، كما تعلم عزيزي حساني، هذه الجلسة جلسة الاستماع لدفاعات إسرائيل عن نفسها ولدفاع إسرائيل عن نفسها، ولكن حتى الآن لم تقدم إسرائيل أي شيء بحجة قوية. كل ما تقدمت به لا يدل سوى عن فشل قانوني وسياسي في إدارة الدفاع من قبل إسرائيل، وربما لأنها لا تملك الحجج الكافية التي يمكن أن تقدمها للدفاع عن نفسها في تهمة كتهمة تنفيذ الإبادة الجماعية. نعلم بالفعل أن نقطة ضعف إسرائيل تكمن في قوتها وافترائها، وقوة الجانب الفلسطيني يكمن في ضعف حساني. إسرائيل تمتلك القوة العسكرية، ولكن الآن أمام العالم وفي الداخل الإسرائيلي هي ضعيفة معنويا، بينما الفلسطينيون يعني لا يمتلكون القوة العسكرية، ولكن كما تشاهد كل ما له علاقة بفلسطين أو كل الداعمين للقضية الفلسطينية هم يحظون الآن بروح يعني معنوية عالية، بسعادة بالغة لمثول إسرائيل الآن أثناء جلسة الاستماع من قبل محكمة العدل الدولية. يجب أيضا أن ننظر لمسألة التفاوض من قبل الجانب الإسرائيلي خلال هذه الجلسة. يعني تقدم محدد يقول أن القتال سيتوقف إن أقدمت حماس على تسليم الرهائن. البعض رأى هذه النقطة على أنها نقطة تفاوض تحاول بيعها إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تحاول أن يكون هناك شروط مسبقة قبل وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بحكم محكمة العدل الدولية. ولكن ما لا تعرف إسرائيل أن هذه الساحة وهذه المحكمة، أعلى محكمة وأعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، ليست المكان المناسب لإدراج الرهائن والحديث عن المصالح الإسرائيلية بغض النظر عن ما تعرض له المدنيون في قطاع غزة. إسرائيل عاقبت قطاع غزة بأكمله، نفذت سياسة العقاب الجماعي، لا يخفى ذلك الآن تحديدا على أحد. كل هذه الملفات معروضة على الساحة الدولية على مرأى ومسمع الجميع. إسرائيل عاقبت الأطفال في غزة بقتلهم، إسرائيل عاقبت النساء والكبار والمستضعفين. تحاول جاهدة الآن خلال هذه الجلسة تقديم دفعات والحديث عن دفعات، ولكن مسألة التفاوض داخل محكمة العدل الدولية هي نقطة تضعفها للغاية أمام القضاء. ويمكن أن يتكشف لنا المزيد من المعلومات عن سير هذه الجلسة بعد انتهائها وفور انتهائها، وربما ننتظر أيضا المؤتمر الصحفي من المحكمة لكي نعرف بعض النقاط الرئيسية، ونقف عند بعض ما استندت إليه إسرائيل من يعني انتهاكات تتحدث عنها في يوم 7 أكتوبر أو ما إلى ذلك. ولكن نعود ونكرر بأنه ليس هناك أي مبررات يمكن أن يقبلها أي إنسان على وجه هذه الأرض يمكن أن تدافع بها هذه المبررات عن ارتكاب جريمة إبادة جماعية. جومانا، عندما تحدثت يعني حتى في بداية التفاصيل في فترة الصباح في بداية هذه الجلسة أو قبل أن تبدأ عن أن إسرائيل يعني تأخذ معها بعض من ذوي أو أهالي المحتجزين، هل هذه نقطة تستخدمها إسرائيل بمعنى أنها تحاول أن تؤثر عاطفيا على قرارات المحكمة، وهل يجدي هذا نفعا مع هذه المحكمة؟ إسرائيل بالفعل كانت كما أيضا تريد أن يعني تروج بحملة دعائية مدفوعة هنا في مدينة لاهاي عن طريق التعاقد مع بعض شركات الدعاية والإعلان، ولكن هذه الشركات رفضت ربما لخشيتها من ردود الفعل في الشارع الهولندي، وخاصة كما ترى من حولي هذه الشركات تعلم مسبقا بأن التواجد من قبل الداعمين للقضية الفلسطينية سيكون متزايد ويعني كثير بشكل ملحوظ. ربما كانت هذه بعض التخوفات لدى هذه الشركات، وربما هناك بالفعل تعاطف مع الجانب الفلسطيني، وهناك تنديد لما تقوم به إسرائيل
في قطاع غزة، ولكن على أن تتأثر محكمة العدل الدولية. محكمة العدل كما قلنا في الصباح يعني أقرت قبل ذلك بأن إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وخاصة بأنها محتل، وهذا في عرف القانون هو عمل عدواني. الاحتلال في حد ذاته هو عمل عدواني، ليس فقط في القوانين المحلية والعربية، ولكن في القوانين الدولية، ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51. يمكن النظر إلى كل هذه المواد يعني لنوصف مكانة إسرائيل في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.